الاهلي وبيتسو موسيماني في مرحله قريبه جدا من تجديد التعاقد، تنصح بايه بيتسو موسيماني وتنصح بايه للنادي الاهلي قبل حسم هذا التفاوض او قبل حسم التجديد بشكل رسمي؟ محمد، that is a personal comment. I think that must come from. أعتقد أنه لابد أن يأتي. Comment must come from بيتسو موسيماني. هذا التعليق يجب أن يأتي من السيد بيتسو موسيماني نفسه وليس أحد غيره. يعني أنت شايف أن بيتسو موسيماني من الأفضل للبقاء في النادي الأهلي؟ Yeah, well, like I say, محمد. It's for Pizzo Mosimani to comment. كما قلت لك بيتسو موسيماني هو من يعلق على ذلك، ليس لأي أحد في العالم الحق أن يعلق على العمل الذي يقوم به بيتسو موسيماني مع الأهلي. أعتقد أن بيتسو موسيماني هو من لديه الحق لأن يعلق على ذلك. عايز أسألك على حاجة أثارت الكثير من الجدل في أو بين جماهير النادي الأهلي، وهو رحيل محمود عبد المنعم كهربا من النادي الأهلي. هل رحيل عبد المنعم كهربا من النادي الأهلي كان بقرار من الجهاز الفني؟ وانت حضرت كهربا في الملعب وانت عارف كهربا كان بيتعامل ازاي، هل كهربا كان ملتزم فعلا؟ هل انتوا كجهاز فني ما كنتوش عايزين كهربا؟ هل رحيل كهربا كان قرار إدارة ولا قرار كنتوا كجهاز فني وقت ما كنت انت موجود في الجهاز الفني للنادي الأهلي؟ انظر في حتى هذه اللحظة لا يمكن أن أعلق على سبب رحيل كهربا لأني لم أكن هناك حين غادر، ولكن حين كنت هناك كنت أعتقد أن كهربا ملتزم جدا للفريق، ولكن أنا غادرت الآن وليس لدي تعليق لأنني لست جزءا من الفريق الفني الآن ولا أعرف أي شيء عما حدث لحظة رحيله، ولذلك لا أستطيع أن أعلق على سبب رحيل كهربا.